من الصعب واحد يأكد بأنه انتهاء وحدة الساحات، لأنه ما زالت الأعمال قائمة. يعني الحوثيين أحيانا يضربون، اللبنانيين مستمرين في الحرب، غزة مستمرة في الحرب. صحيح هناك نوع من يعني نوع من الانفصال، بس ما زالت هذه القوة اللي لها علاقات وشائج واتجاهات فكرية سياسية متقاربة، ما زالت تعتقد هي مستمرة بصراحة ضد إسرائيل، وبالتالي مع ضد الولايات المتحدة الأمريكية، بالتنسيق طبعا مع إيران في هذا الجانب. يعني هي تلعب دور استنزاف إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية في هذا الجانب، اللي هي الحليف الكبير لإسرائيل. لكن يبقى تأثير هذه أنا أعتقد يمكن تأثيرها محدود، وأعتقد يمكن تحرج الدولة العراقية، تحرج المؤسسة العراقية، وحتى يعني التصريحات مثل ما تفضل الضيف الكريم السيد السيستاني أيضا أكد على أولوية العراق، أكد على قضية بأنه الحرب والسلام هو من اختصاص المؤسسات الدستورية للبلد، يعني وأن تخضع كل الأسلحة تابعة للقوات القائد العام للقوات المسلحة. بالتأكيد هي محرجة للدولة العراقية، للقائد العام للقوات المسلحة، لكن تبقى يعني هذه القوات اللي تحاول تضرب بعض المواقع هنا وهناك في إسرائيل في مواقع أخرى، هي جزء من محور واحد. يعني هو تقسيم أدوار وتقسيم مهام فيما بيناتهم في هذا الجانب، قد يخفت وقد يصعد، طبيعي خاضع لطبيعة التوازنات والتأثيرات المتبادلة.